بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني، أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سلموني تريدين شانل مع كورس التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نماذج القمم والقيعان الملقات. قمم وقيعان الملقات هي حالة تتخذ فيها الشموع اليابانية شكل معين في صورة قمم أو قيعان، وهي ليست محددة قائمة بذاتها وتعتبر حالات خاصة. كما قلنا تتخذ فيها الأسعار شكل معين، إما أن تكون قمة أو تكون قاع، ولذلك فإن قمم وقيعان الملقات لا تعتبر نموذج، وإنما هي عبارة عن أشكال متعددة ومركبة في نفس الوقت من نماذج أخرى انعكاسية. طيب ما هي معايير تشكل نماذج قمم وقيعان الملقات؟ المعيار الأول، يجب أن يكون السوق في مسار عام واضح صاعد أو هابط حتى ولو كان هذا المسار قصير، حيث تظهر القمم الملقات بعد اتجاه صاعد، بينما تظهر القيعان الملقات في نهاية اتجاه هابط. رقم 2، تتشكل من شمعتين أو أكثر في حالتها الأساسية. رقم 3، أهم ما يميزها والنقطة المفصلية هو أن تكون نهاية ظلالها متساوية من حيث المستوى، والنقطة دي هي اللي بتعرفني فعلا أن ده نموذج ملقات أو قاع ملقات، وهي تساوي الظلال سواء العليا أو السفلى. يعني مثلا لو بصينا على النموذج رقم 2، عبارة عن نموذج هرامي صحيح، يتكون من شمعة حمراء طويلة تليها شمعة خضراء صغيرة، جسمها يقع بكامله داخل نطاق جسم الشمعة الأولى، والنموذج جاء في نهاية اتجاه هابط، أكيد هيكون بعده صعود. طيب فين القمة الملقات في هذه الحالة؟ قمة الملقات في هذه الحالة تتمثل في ذيول الشمعتان العلوية المتساوية في الطول، والتي تقع في مستوى واحد من أعلى. طيب لو بصينا على نموذج رقم 1، عبارة عن نموذج هرامي صحيح، يتكون من شمعتين، الأولى حمراء طويلة تلتها شمعة خضراء صغيرة في الحجم، تقع بكاملها داخل نطاق جسم الشمعة الأولى. جاء أيضا هذا النموذج بعد اتجاه هابط، لو لاحظت هتلاقي تساوي الظلال في الجهة السفلية، حيث ذيول الشمعتان السفلية تقع في مستوى واحد من أسفل، وبكده يتشكل عندي نموذج قاع ملقات يكون بعده اتجاه صعود. أي أن أي شمعتين تتساوى ظلالهما من الجهة السفلية عند نفس المستوى يكونان نموذج قاع ملقات، بينما أي شمعتين تتساوى ظلالهما من الجهة العلوية عند نفس المستوى يكونان نموذج قمة ملقات. المعيار الرابع، نماذج الشموع الثنائية المكونة من شمعتين أو الثلاثية المكونة من ثلاث شمعات قد تتحول إلى قمم وقاع ملقات، وهذا يزيد من قوتها في عكس الاتجاه. وفي معظم الأحوال إذا تساوت الظلال العلوية يكون بعد اتجاه صاعد، وإذا تساوت الظلال السفلية يكون بعد اتجاه هابط. أما المعيار الخامس، ممكن أن يتشكل قمة أو قاع ملقات من شمعتين منفردتين أو أكثر إذا تساوت ظلالهما وتواجدا في منطقة مشتركة. تخيل عندي سعر نازل وأتت مثلا 4 شموع ورا بعض، فهي ليست نموذج، يعني شكلها لا توحي بأن ده نموذج. لكن لو بصينا على الحدود السفلية هتلاقي عندي قاع ملقات. الشرط الأساسي في هذه الحالة أن تتواجد الظلال في نفس المستوى، وأن تتواجد الشموع في نفس المنطقة، بحيث أن تكون المسافة بين الذيول غير بعيدة، المسافة مش بعيدة، بحيث يعبر عن الوضع في هذه الحالة بأنه قاع ملقات. وفي التحليل الكلاسيكي
يعبر عنه كمستوى دعم. وقلنا من قبل في الشموع اليابانية الجسم يرمز إلى حجم التداول، والذيول ترمز إلى المقاومات والدعم، فالذيول تعتبر مكان للدعم إذا كان الاتجاه السابق هابط، والعكس صحيح تعتبر مكان للمقاومة إذا كان الاتجاه السابق صاعد. طيب متى يتأكد النموذج؟ يتأكد النموذج بعد الشمعة التي تغلق بعد النموذج سواء بيعا أو شراء. ودلوقتي هناخد بعض الأمثلة على نماذج القمم والقيعان المركبة. قلنا أن أي شمعتين أو أكثر يكون ظلالهم عند نفس المستوى تشكل نموذج قمة أو قاع ملقاة. قمة الملقاة أو قاع الملقاة عنده القدرة على أن تصبح نتائجه أقوى في عكس الاتجاه. في الشكل اللي قدامي ده مكون من 4 نماذج A و B و C و D. على سبيل المثال في شكل A هذا النموذج يشبه السحب الركامية Dark Cloud Cover، وقلنا عليه يشبه لأن الشكل المثالي أن تفتح الشمعة الثانية أعلى من أعلى سعر للشمعة الأولى، وهذا لم يحدث. هذا النموذج ليس مثالي لكنه جاء بعد اتجاه صاعد، وبالتالي ما أقدرش أتداول به على أنه نموذج Dark Cloud Cover. لكن لما لاقي قمة ملقات تشكلت معايا في النموذج هنا، يبقى أنا عندي فرصة أن أنا أدخل صفقة. يبقى هذا النموذج ولو أنه غير مثالي كسحب ركامية، بس بيبقى عندي فرصة أن أنا أدخل مع هذا النموذج، ليس استنادا على أنه Dark Cloud Cover، ولكن استنادا على أنه نموذج تويزر ستوب قمة الملقات المركب من شمعتين. إذن عدم مثالية نموذج Dark Cloud Cover أصبحت مثالية بإضافة نموذج تويزر ستوب إليها. خلاصة الكلام في هذا الشكل إيه؟ عندي قمة ملقات أتوقع من بعده إنعكاس السعر بشكل عادي. شكل بي عبارة عن نموذج مكون من شمعتين يكون مع بعض قمة ملقات تويزر ستوب وشهاب شوتينج ستار. بما أن الاتجاه صاعد ثم تشكل معي هذا النموذج، في هذه الحالة الشمعة الثانية ما أقدرش أعتبرها نموذج هرامي، لأن الشمعة الثانية الحمراء أغلقت تقريبا عند نفس مستوى الشمعة السابقة. في الحالة اللي زي دي ما أقدرش أدخل صفقة بيع استنادا لنموذج الهرامي العاكس للاتجاه الصاعد إلى اتجاه هابط. لكن بما أن أنا عندي معلومة بتقولي أن في حاجة اسمها تويزر توب قمة ملقات في هذا الشكل، أقدر أتداول على هذا الأساس. طيب أين هو تويزر ستوب؟ أو إزاي حكمت إن هنا في نموذج تويزر ستوب؟ حكمت عليه من خلال تساوي كل من ذيلي الشمعتين على المستوى العلوي. الذيلان واقعان على مستوى أفقي واحد يمثل منطقة مقاومة. وجود تويزر ستوب يقوي من موقف نموذج شوتينج ستار في عكس الاتجاه من صاعد إلى هابط، ومع انتظار شمعة التأكيد الموالية للنموذج إذا أغلقت تحت الشمعة السفلية يكون السعر مرشح للإنعكاس بشكل قوي. شكل سي تقريبا هو نفس شكل بي، لكن في هذه الحالة عندي تويزر ستوب مع هانجينج مان، يعني كان الاتجاه صاعد وتشكلت معي الشمعة الأولى ما فيهاش أي مشكلة، الشمعة الثانية هي شمعة هانجينج مان. أنا هنا عندي اختيارين، إن أنا استنى شمعة التأكيد الثالثة بعد نموذج الهانجينج مان تغلق أسفل الظل العلوي للشمعة الأولى وتداول من بعدها، أو إن أنا أتداول بناء على نموذج تويزر ستوب، وخاصة لو خدت بالي أن الظلال العليا للشمعتين متساويتان ويقعان على مستوى أفقي واحد عند منطقة مقاومة. في هذه الحالة بتبقى رؤيتي لحركة الأسعار أكثر وضوح، وعندي أكثر من سبب يخليني أخذ صفقتي صح وأنا مطمن إن السعر مش هيعكس عليا. الشكل الأخير شكل دي عبارة عن نموذج المرأة حاملة النطفة هرامي كروس باترن. عندي الشمعة الأولى طويلة وباللون الأخضر،
والشمعة الموالية جاءت على شكل الدوجي، ولكن كان ذيل العلو طويل. بما أن أساسا نموذج المرأة حاملة النطفة هرامي كروست نموذج انعكاسي، وبالإضافة إلى ذلك عندي قمة ملقاة ويزرستوب، هذا يقوي النموذج ويدعمه، ويبقى عندي احتمالية رهيبة في عكس الاتجاه. والسؤال الهام والمعتاد، متى يتأكد هذا النموذج؟ يتأكد النموذج متى أغلقت الشمعة الموالية أسفل الظل السفلي للشمعة الأولى الأم. بس خلي بالك إن إحنا هنا اتكلمنا عن النماذج التي تتشكل من شمعتين، نفس الكلام عن النجوم حيث أنها تتشكل من ثلاث شموع. برضو إذا تساوت ظلالها العلوية فأنا عندي قمم ملقاة تويزر ستوب. صحيح إن النجمة ممكن تلاقيها مشوهة وغير مثالية، لكن لما تتوفر معايير تويزر ستوب فده بيزيد من قوة النموذج في عكسه للاتجاه. لاحظ إن أهم شروط في تويزر ستوب أن الظلال تتساوى والشموع ما تكونش بعيدة عن بعض، وكل ما كانت الشموع متقاربة وظلالها تقع على مستوى أفقي واحد كل ما كان أفضل، والمستوى ده مع الظلال يمثلان منطقة مقاومة. والآن مع بعض أنماط نموذج قاع الملقاة المركبة. الشكل اللي قدامي عبارة عن أربع أشكال لنموذج بوتوم توبز قاع الملقاة المركب من شمعتين. شكل إيه؟ عبارة عن نموذج الاختراق أو ثاقب الحلي بيرسينج باترن. لو طبقنا عليه شروط النموذج هتلاقيه غير مثالي، لأن النموذج المثالي يكون فيه الشمعة الثانية تفتح أدنى من الظل السفلي للشمعة الأولى وتغلق فوق 50% من الشمعة الأولى، ولكن هذا لم يحدث معنا. يبقى هذا ليس نموذج بيرسينج، يعني ليس نموذج اختراق مثالي. ولكن في حاجة ممكن تدعم موقف النموذج ده وتقوي، وهي إن أنا عندي الظلال السفلية تساوت عند نفس المستويات السعرية، والظلان يقعان على مستوى أفقي واحد في الأسفل يمثل منطقة الدعم. إذن هنا أنا عندي أصبح قاع ملقاة بوتومز توب، جاء بعد اتجاه هابط، أعطى قوة للنموذج غير المثالي، ويبقى عندي احتمالية كبيرة لانعكاس الأسعار استنادا لقاع الملقاة بوتومز توب، وتقوية لنموذج الاختراق غير المثالي. في شكل بي ممكن أبص للنموذج ده على أنه هرامي، وممكن أنظر إليه على أن الشمعة الثانية هي شمعة مطرقة هامر، وهي دي الأصح. طيب في حالة ما إذا كنت عايز أتداول على أنه نموذج الهامر، فأنا محتاج شمعة التأكيد الثالثة التي تغلق أعلى من الظل العلوي لشمعة النموذج وادخل بعدها صفقة شراء. ولكن اللي بيزود احتمالية الانعكاس أكتر هو وجود قاع ملقاة بوتوم ثوب، على اعتبار أن الظلال السفلية للشمعتان عند مستوى واحد أفقي. وبالنسبة للشكل سي اللي موجود قدامي ده على الرسم التوضيحي، عبارة عن مطرقة مقلوبة inverted hammer بعد اتجاه هابط. هنا أبص على الظلال السفلية حتى ولو كانت العلوية متساوية ماليش دعوة بيها. لما يكون الاتجاه هابط ننظر إلى تساوي الظلال السفلية في المستوى. في هذه الحالة عندي نموذجان انعكاسيان، الأول المطرقة المقلوبة inverted hammer، والتاني قاع ملقاة bottom top. هنا يكون عندي احتمالية كبيرة لعكس الاتجاه للأعلى، ولكن أيضا يفضل انتظار شمعة التأكيد الثالثة التي تغلق فوق المستوى العلوي لهذا النموذج. شكل دي عبارة عن نموذج انعكاسي مركب من نموذجين، جاء في نهاية اتجاه هابط هرامي كروس وقاع ملقاة بوتوم توب. كما قلنا ده مؤشر قوي لعكس الاتجاه الأعلى، تقدر تدخل بالشراء مع المشترين مفيش أي مشكلة، بس برضو استنى شمعة التأكيد التي تغلق في المستوى العلوي لشمعة النموذج. طيب كيف يمكن أن يتشكل قاع الملقاة أو قمة الملقاة بدون الأشكال المركبة؟ أقول لك
في حالة نموذج تويزر ستوب أو بوتوم توب نركز على الظلال أكثر من تركيزنا على الأجسام. أمثلة عملية على نموذج قمم وقاع الملقاة على الشرط. المثال الأول على نموذج قاع الملقاة، في هذه المنطقة التي عليها شكل بيضاوي، صعب هنا إن أنا أحدد نوع النموذج، هل هو شوتينج ستار ولا بولش انجولفينج أو دوجي. لكن لو بصيت وركزت في الشمعتين الأولى والثالثة رقم 1 و3، بما أن الشمعتين موجودتين في نفس المنطقة، أي نعم هما مش ورا بعض بس في نفس الوقت مش بعاد عن بعض، بما أن ظلالهما متساوية في المستوى السفلي، إذن ده يعتبر بالنسبة لي نموذج قاع ملقاة بوتوم توب، لأنه موجود بعد اتجاه هابط وعندي ظلال في نفس المستوى الأفقي بالضبط والذي يمثل دعم. طيب ممكن على وجه اليقين أعرف أن النموذج ده اتفعل برضو من شمعة التأكيد التي سوف تغلق فوق الظل العلوي لنموذج قاع الملقاة، يعني الإغلاق يكون عند أعلى ظل لأعلى شمعة في النموذج. المثال الثاني عندي على قمة الملقاة، المنطقة التي عليها شكل بيضاوي دي جت في نهاية اتجاه صاعد بها عدد معين من الشموع، حوالي 6 شمعات، بس جميع الظلال العلوية لها كلها عند نفس المستوى بالضبط. إذن جميع الظلال المتساوية عند نفس المستوى العلوي الأفقي كلها تمثل بالنسبة لي قاع ملقاة. هي صحيح فعلا منطقة عرضية مفيش أي نقاش، ولكن الخاصية الأساسية فيها التي تميزها أنه قمة ملقاة تويزر ستوب، يعني ممكن بعدها ينزل السعر إلى أسفل ولا يستمر في نفس الاتجاه العرضي. لكن خد بالك أن الحركة العرضية ذيولها لا تكون عند نفس المستوى. طيب بما أنها جت عند نفس المستوى، إذن فهي قمة ملقاة تويزر ستوب، جاءت بعد اتجاه صاعد بتديني تنبيه بقرب عكس السعر إلى أسفل. ولاحظ معايا لما السعر أغلق تحت المستوى السفلي لأطول ظل، تحول السعر إلى اتجاه هابط بقوة رهيبة. إذن نعتبر الشمعة رقم 7 هي شمعة التأكيد التي أغلقت تحت الظل السفلي لأطول ظل في النموذج، وادخل من بعدها صفقة بيع. وكمان لو بصيت داخل الشكل البيضاوي هتلاقي نموذج شوتينج ستار نجمة المساء المكون من 3 شمعات، وهو نموذج أيضا انعكاسي. كل ده يؤكد ويدعم عكس الاتجاه. على نفس الشرط هذه المنطقة تمثل قاع ملقاة بوتوم ستوب، لأن أنا عندي الشمعة رقم A فردية ورقم B فردية، ولكن بما أن الظلال تساوت، لما تساوى ظلالهما عند نفس المستوى، إذن كل هذه المنطقة تعتبر قاع ملقاة. عندي ملحوظة مهمة جدا بالنسبة لنموذج التويزر ستوب والبوتوم توب، هنتكلم عنهم بالتفصيل إن شاء الله فيما بعد، ولكن هنا بنقول بس فكرة سريعة. أحيانا يتشكل على شكل نموذج القيعان المزدوجة والقمم المزدوجة. فمثلا الشكل اللي قدامي ده لو نظرنا إليه بمنظور النماذج السعرية، هيكون عندي قاعين، هذا القاع الأول ثم هذا القاع الثاني، وهذا هو خط العنق. وبعد ما أغلق السعر فوق خط العنق ممكن أخد صفقة شراء ربحانة إن شاء الله. في كمان ملحوظة على نفس الشرط، المنطقة اللي فيها الشموع رقم 1 و2 نظرت إليها على أنها بوتوم توبز، لكن ما أقدرش أدخل معاهم الشمعة رقم 3 لأن المسافات بعيدة جدا عن بعض. طيب في هذه الحالة أعمل إيه؟ أنظر إليهم على أنها منطقة دعم، يعني خط الدعم الذي يمر بذيول الشموع 1 و2 و3، ده خط دعم داخل المنطقة نفسها، وتقدر المسافة بين الشموع على حسب المنطقة وليس على حسب الزمن.
وبانتهاء هذه الملحوظة نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم. إلى أن ألقاكم في المحاضرة القادمة، لكم خالص تحياتي. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. وفي الختام أذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.